البرج العذراء. هاي العذراء، عذراء هي كما نقولوا السبوية، دارة البيت، بنت البيت. يا عذراء قداش تقعد حنينة برشا، قداش تقعد طيبة، كان انت في سنين الكل ما عملتي حتى شيء. قال لك ان مالا اللي تجيبه في عام كامل يجامس جمال الفرد فم. تعبتي برشا وشقيتي وجريتي عييتي من كل شيء، لكن في 2018 تو عندك برشا عروض. ايش باش تجم تقدمي؟ ايش باش تجم تعملي في 2018؟ عندك ياسر برشا اخطاء. علاش خسرتي من اعز اصدقائك، من اعز اصحابك؟ مناش من كلمه سر تبيعها. 2018 إذا تكوني قوية، خاصة راك أنت في 2018 عام الدجاجة، والدجاجة راهي أثناء تعبت سواء مادين معنوين، عندك برشا تخمم في برشا صفقات بغيت تحب تعملهم ما عملت حتى شيء. شيء 2018 حاول كيفاش تكسب أصحابك، تكسب أعدائك حتى لو كانوا عدو ليك، ما يسالش حتى يكون يقطع ولا ايش فيك، خليه قريب منك صاحبك باش تنجح في 2018. بين عندك ثلاثة شهور الأولين تتعب فيهم شوي، وثلاثة شهور الثانيين عندك فيها مستقبل طيب. جايلك مستقبل باهي، لكن في 2018 عندك برشا عباد عليك بمرصد، راس دينك ما يخلوش تنجح. 2018 تكون فايقة برشا، لكن 2018 عندك فيها خروج، صحة الزواج موجودين، نقول ردوا باكم، عندك عروض برشا للزواج، عندك عروض للخروج، لكن الكورة الأرضية قريبة للمشتري وكوكب الزهراء لبرج العذراء. إن شاء الله يكون برج العذراء يفيق شوي.